اللاعب الجيدين اللي على مستوى صعب ان الواحد ينساهم. فكابتن محمد بدير من اللاعبين الاحسن من انجبت المنصوره في مركز السيرد باك في تاريخ نادي المنصوره، واحسن واحد مثل منتخب مصر وهو من نادي المنصوره كان محمد بدير. وكنا بنلعب مع لعيبه ونجوم على اعلى مستوى موجودين في الكره المصريه، تبدا بكابتن محمود الخطيب، مصطفى عبده، عبد الزعب شافي، طاهر الشيخ، اكرامي، ثابت البطل، الانديه الثانيه على ابو جريشه، اسامه خليل، شحطه الاسكندراني، لعيبه في كل الانديه كانت على مستوى عالي، احمد ابو رحاب في ايسكو بتاع. فان بدير يكون ضد هذه الشخصيات الهجوميه ويكون على هذه الجداره ويكون بهذه الكفاءه، فده شيء طيب وشيء يحسب له انه كان من احسن السرد باكات اللي جت في تاريخ مصر وفي نادي المنصوره. كابتن بدير عشره عمر بقى لنا اكتر من 60 سنه، لا كمان 65، بقى لنا اكتر من حوالي 50 سنه، لانه زميل ملاعب واحنا في مراكز تدريب نادي المنصوره في الناشئين، وزميل دراسه كنا في مدرسه الملك الكامل الثانويه وبنلعب دوري المدارس، وطلعنا مع بعض انا وكابتن سعد صليط وبدير والمجموعه كلها اللي هي كانت في الناشئين، لعبت فريق اول، لعبنا كلنا اعمار سنيه 17 سنه فريق الاول، وتم ان احنا نبقى اساسيين عندنا 18 سنه 19 سنه. فبدير عشره عمر بتاع 50 سنه دلوقتي، اكتر من كمان 50 سنه عشره عمره، وكان مميز في هذا المكان بالقوه والانقضاض وبالمهاره والموهبه والرجوله والاداء. وبدير ما كانش بيعرف يهزر، ما بيهزرش، يعني اداؤه في الملعب في جديه وفي رجوله وفي خشونه، ودي اثرت عليه بره في قرار الهزار، كل اموره واخدها جد. ما بتعرفش تهزر؟ لا كشر على طول. هل حته التكشير ديت تبين لك انك جد في الملعب؟ ولا بالشرط؟ هي مش تكشير بمعنى تكشير، هي زياده يعني التركيز، زياده التركيز بس. تركيز ولا واخد حياتك كلها؟ لا 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 تركيز، يعني ما يكون في لان انا اعرفه ان كنا بنقعد معاك في المنتخب انت دمك خفيف.